السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين وطلاب الأذكياء، طلاب الشطار، طلاب العقال، طلابي رافعين الرأس، طلابي اللي كلكم فخر، طلابي اللي ناويين النجاح واللي عامدين النجاح واللي إن شاء الله أشوفكم ناجحين إن شاء الله، وأشوفكم بالمراحل الإعدادية وأسمع الأخبار الحلوة إن أنتم ناجحين، أنتم قدها وتقدرون، أنتم مليانين طاقة، مليانين حيوية، مليانين مثابرة. اشوفكم ان شاء الله بالرابع، والاسئله سهله والمواد سهله، وخلي ببالك انه اسئله نهايه السنه تكون اسهل من اسئله نص السنه، يعني لا تخاف نهائيا من هذا الشيء. عندي هذا التمرين اللي راح نحله اليوم، اللي هي الحلقه الاولى لحل تمارين الوحده السادسه للصف الثالث المتوسط. Use word from both books to make a phrase. اختار الكلمات من العبارتين حتى تشكل معنى كامل. رقمت الكلمات الى رقم 7 والاختيارات خلت عن الكلمات الجوا. help يساعد، put out يخمد، repair يصلح، run يركض، save يحفظ، take ياخذ، take care يعتني. a business اعمال، car سيارات، customers زبون، fires اطفاء، lives يعيش، order for food طلب الطعام، sick people يعني ناس مريضين. help يساعد، يساعد منه customer، يساعد الزبون. put out يطفي أو يخمد النار. repair يصلح السيارة. run يركض، العفو run تجي بمعنى يركض وتجي بمعنى يدير، إذا جت ويا الأعمال بمعنى إدارة أعمال يعني يدير شغل، وإذا جت ويا السباق بمعنى يركض. run إدارة أعمال. سيف يحفظ، سيف شنو؟ خامسا ليفز يحفظ الحياة. تيك يأخذ، أوردر فور فود يأخذ طلب للطعام. تيك كير اوف يعتني بي الناس المرضى. وعندي أيضا هذا التمرين الموجود جوه، وظائف ناو ديسكرايب ذيس جوب. منطيني فاير فايتر اللي هو رجل إطفاء، ميكانيك، بوليس مان، شوب أسيستنت عامل محل، تيشر مدرس، ويتر اللي هو النادل. طبعا اكثر من ذني، اكو كومة كلمات وكومة تعاريف الوظائف معينة موجودة عندنا وشارحها بموضوع الوظائف وموجودة بالقناة، افضل تروحون تراجعون لان تارك بيها صورتين لكل الوظائف اللي محتمل تجيك، فلازم تركز عليها. بس تنتبه على قاعدة، ان القاعدة الرئيسية من تنزل الوظيفة تشوفها بادية بحرف علة تخلي آن، بادية بحرف صحيح تخلي اه، تنزل الوظيفة someone who، بعدين بعد هو تخلي فعل مضاف اليه اس. موجود الشرح داخل القناة موضوع الوظائف حيل مهم، لازم تروحون تراجعون. بس عندي تعريفين انتبهت له، اللي هو الميكانيك ومهم هذا. ميكانيك، شوف نزلت اه لان بادية بحرف صحيح. ميكانيك is someone who works، يعمل إن جراج، يعمل في الجراج، جراج. and من خليت and repairs car ويصلح السيارات. شوف هذا الفعل خليت فعل مضاف إليه yes بعد هو. من جبت and أيضا خليت فعل مضاف إليه yes. ليش؟ في حالة انطاك فعلين وخليت بيانات and اثنينهم ضيف لهن s. وإذا تريد بقية الوظائف اللي هي الرجل الإطفاء، المعلم، النادل، رجل الشرطة، عامل المحل الى اخره، تلقيها بالقناة موضوع الشرح كامل. هيك نكون اكتفينا بالحلقة الثانية بموضوع تمارين الوحدة الخامسة، الوحدة السادسة، العفو، بلشنا بتمارين الوحدة السادسة. وبهاي الحالة لازم نكون نكمل حل للحلقة الاولى للوحدة السادسة. شوف عندك هذا التمرين الموجود، choose two jobs، one that you would like to do and one that you wouldn't like to do. هذا غير مهم بالوزارة، يعني تقول I would like to be a doctor because I can help sick people، I wouldn't like to be a doctor، يعني لو تريد لو ما تريد، هذا الاخر غير مهم بالوزارة. عندك اهم تمرينين بالوحدة السادسة اللي هنا ذني مال التوصيلات وموضوع الوظائف حيل مهمات. هذا ايضا هم غير مهم، لان يقول لك سولف عن نفسك، وات ار يو جود ات ان سكول، انت بشنو زين بالمدرسه.
نعوفه. لسن فور اللي هو الصفحة 77 بتمارين الوحدة السادسة، لأن هذا الحلقة عن الوحدة السادسة. That's the man. عندنا relative clauses اللي هن عبارات الوصل أو ضمائر الوصل، موضوع شارحه باستخدام who، باستخدام that، باستخدام which، باستخدام where، إلى آخره من الاستخدامات العبارة الوصل وضمائر الوصل. لازم تنتبه على ضمائر الوصل، إنه أني أخلي لك ضمائر الوصل وانطيك إياهن مشروحات وكاملات، بس التمارين من تريد تجي تقراها لازم تكون مراجعة الموضوع شوية. وهذا الأمثلة أصلا مشروحة بالقناة كامل، يعني that's the man وهذا عاقل. شختار who was stopped by the policeman الذي أوقفه رجل الشرطة. Where are the books that I left here الذي تركته هنا. The girl was ill who want to go to university law who came last in the race. من اللي كانت مريضة اللي جت متأخرة. I have brought some cakes that my sister made yesterday. Some cakes غير عاقل نستخدم له ذات. Student have to work hard in school. Student عاقل اللي يعملون بجد في المدرسة. Who want to go to the university اللي يريدون يصلون للجامعات. نجي على هذا التمرين الآخر اللي هو صفحة 78 استخدام أو آن وذا. قبل لا أفوت بهيك موضوع، مستحيل ينطيك هيك موضوع بالوزاري، راح ينطيك جملة وتخلي لو أ لو آن لو ذا. استخدامك الأو آن إذا كان الفعل نكرة ومفرد وغير معين، يعني شغلة موجود منها كثير، شغلة مو معينة، شغلة نكرة مو معروفة ومفرد، فنختار لو آ لو آن. إذا بدأت بحرف علة استخدامي يكون آن، إذا بدأت بحرف صحيح خلي آ. أما ذا من أخليها لازم تكون معروفة وواضحة وصريحة، يعني من أشوف شغلة وأخلي لها ذا تكون معروفة، ما عدا أنه أنت المدارس أيام الأسبوع أسماء المدن هاي ما تخلي لها ذا. موجود الشرح عن أدوات النكرة والتعريف اللي هنا ذا آرتكل، تلقاها أيضا بالقناة. شوف I am at school in تكريت ما خلي كل شيء صفر. I really enjoy my school so I'm going to join a language summer مدرسة لغة كورس لغة صيفي، بس ما حددت شنو كورس اللغة الصيفي وش قد طول الكورس وشنو نوعيته ويا لغة استخدم وشنو النوعي، ما حددت بس كورس لغة. At the end محدد the end of the year نهاية السنة اللي احنا بيها. I would like to be an interpreter an لأن بدأت بحرف علة. أنا أريد أكون مترجم. مترجم لشنو؟ اليا لغة وين؟ شنو وظيفتك؟ وين تشتغل؟ مو محدد. So I hope to get a place آمل أن أحصل على مكان، يا مكان مو محدد. In the art college في كلية الفنون. نجي على هذا أيضا نفس الاستخدام الآو آن. I came to موصل ما خلي لهذا. A few weeks ago أسبوع أسابيع قليلة بس ما حددت. Before we came here we lived in أربيل أيضا X. I miss my friend I had a special friend لدي صديق خاص called فايزة. We went to the same school the من شفت the same school نفس المدرسة إذن معينة. We always spend ما خلي أيام الأسبوع ما خلي together we both love ما خلي لأن ما تستاهل music ما كنا عيد. We used to listen to song for an hour زين an hour عندي نحن نستمع للموسيقى لمدة ساعة. استاذ ليش an وهذه بادئ بحرف صحيح؟ عندك كلمة an هذا الان تجي مع كلمة بدايتها حروف علة وتجي مع كلمة hour و honest. شوف من لفظت كأنه هاي مو موجودة قلت hour ومن لفظت هاي قلت honest كأنه صوت الاتش مو جاي، فهذن الكلمتين من اشوفن
ورد اخلي ان، ورد اخلي الو ان، اخلي ان يعني على اعتباره مو موجود. I don't know anyone here but I hope I will soon have a friend. يكون لي صديق وبس، ما حددت شنو هو الصديق. هذا كل ما يتعلق بالحلقة الأولى لتمارين الوحدة السادسة. أشوفكم في فيديو ثاني وحلقة ثانية إن شاء الله نكمل التمارين في مال الله.